في آخر أيام الهدنة، الجيش السوداني يكثف هجماته على الدعم السريع للتقدم نحو القصر الجمهوري. الهلال الأحمر السوداني يؤكد انهيار البنية الصحية في غرب دارفور بسبب مواجهات الجيش والدعم السريع. مبعوث الأمم للشؤون الإنسانية يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان جراء المواجهات المستمرة. وفي أخبارنا أيضا، الأسطول الخامس الأمريكي يعلن اعتراض الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط في مضيق هرمز. طاب يومكم، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الوضع في السودان. في آخر أيام هدنة 3 أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في محيط القصر الجمهوري، حيث أفادت مصادر العربية أن الجيش يحاول التقدم نحو القصر الجمهوري، فيما رد الدعم السريع بمضادات الطيران. ومع انهيار كل الهدن السابقة تتفاقم الأوضاع الطبية والإنسانية، حيث أكد الهلال الأحمر السوداني انهيار المنشآت الصحية في الجنينة غرب دارفور. يأتي ذلك فيما لجأ السودانيون إلى النزوح، حيث تقدر المنظمات الدولية أعدادهم بنحو 500,000 شخص منذ بدء الصراع. شغالين الحالات بتاع الطوارئ، اليوم طبعا كل المراكز المستشفيات طبعا معطله بحاله الحرب دايره الان. نحن برغم الظروف الحاصه قدرنا نجد مركز ونعمل في هذه الظروف يعني الصعبه وعدم الامكانيات اللي ما موجوده، عندنا شح في بعض الادويه والمعدات. طلعت من البيت كان تقريبا الساعة 10، طلعت ما فيش ولا ركشة ولا مواصلة، وسيارات بس اللي بتعدي، مش حدا بيقف لك. وكان ورا البيت في زي في المنطقة الصناعية محروقة، فكان لسه الدخان شغال، فيعني عن جد حسيت كأنه يعني رعب، وكان في شعور يعني خوف ورعب، يعني انك تشوف جوتك مرمية يمين يسار وناس مقطعة وحروق والبنوك محروقة، ويعني تحس انه خلاص بطل في امان نهائي ومستقبل وقف. أفاد مراسل العربية بتجدد الاشتباكات رغم الهدنة السادسة المعلنة بين الجيش ودعم السريع. وأضاف المراسل أن دوي الانفجارات سمع في الخرطوم وأم درمان، ورصد المراسل تحليقا لطائرات الجيش السوداني في سماء العاصمة، حيث استهدفت تمركزات تابعة لقوات الدعم السريع. في المقابل ردت قوات الدعم السريع بمضادات أرضية في محيط القصر الرئاسي. إذن نتابع معكم هذه الصور من وسط العاصمة السودانية، حيث ما زالت أعمدة الدخان تتصاعد. تفيد الأنباء وفقا لمراسل العربية باشتباكات بين قوات الاحتياط المركزي والدعم قرب القصر الجمهوري بالخرطوم، وفق المعطيات التي تحدثت عنها بعض البيانات المراقبة للوضع العسكري والميداني، تتحدث عن إعادة تمركز لقوات الدعم السريع في الأحياء في وسط العاصمة السودانية. بالتالي حصلت اشتباكات منذ صباح هذا اليوم، منذ الساعات الأولى من هذا الصباح سمع دوي قذائف، وأيضا شوهدت الطائرات الحربية تحلق في سماء المدينة وتقصف بعضا من المراكز والأهداف. بالتالي كان هناك رد من قبل قوات الدعم السريع بمضادات الطيران. الآن أيضا يسمع عن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في العاصمة الخرطوم وأيضا في أم درمان رغم الهدنة المعلنة. نتابع معكم هذه الصور رغم أن هذا الدخان المتصاعد في سماء المدينة، ولكنه ملحوظ إلى أنه ليس بالكثيف حتى هذه اللحظة، لكن
الأنباء تفيد عن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في الخرطوم وأم درمان رغم الهدنة، وهذه الاشتباكات بين قوات الاحتياط المركزي ودعم السريع قرب القصر الجمهوري بالخرطوم تحديداً. هذا ونشر الجيش صورا لضبط مخازن أسلحة قال إنها تابعة لقوات الدعم السريع حيث تحتوي على آلاف الذخائر. في مخازن أرضية تحت الجبل، مخازن أرضية تحت الجبل، عسكر سرارات تحت الجبل، الدوسيغ للتاريخ، كلها ذخائر خاصة للدعم السريع تركوها وولوا حاربين تحت الجبل، مخازن أرضية تحت الجبل، جبل سرارة، جبل هركاب، مخازن مخزن عملاق، مخزن كبير جدا جدا، آلاف مؤلفة من الذخائر والدعنات. في الأثناء لا تزال الاتهامات متبادلة بشأن خرق الهدن المعلنة منذ بدء الصراع، في آخرها بيان للجيش حمل قوات الدعم السريع المسؤولية لخرق الهدنة في الأحياء السكنية. البيان أشار إلى وقوع أعمال نهب للبنوك والمحلات التجارية في محيط استاد الهلال بأم درمان، لافتا إلى هروب أعداد كبيرة من قوات الدعم السريع من أم درمان باتجاه الغرب. وقال الجيش إن سفير الهند في الخرطوم أبلغ عن اقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها. رغم إعلان جنوب السودان موافقة أطراف الصراع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد الخميس، قال يوسف عزت مستشار حميدتي قال للعربية أن قوات الدعم السريع لم توافق بعد على الهدنة، كما أكد أنهم لا يرفضون الهدن في حال ضمان الالتزام بها، متهما الجيش السوداني بخرقها. لم يستطع البرهان الوفاء بستة هدن، وما زلنا نحن اليوم نعيش هدنة معلنة والطيران يخطف المدنيين ويخطف مواقعنا. ما لم يتم الالتزام بكل هذه الهدن، فمن السابق لأوانه أن نقبل هدنة لمدة أسبوع تبدأ بعد نهاية هذه الهدنة. نحن نتعامل مع قوة وافقنا على هدن بواسطة أمريكا بواسطة السعودية، لم يتم الالتزام بالهدنة. ليس لدينا مانع في هدن جديدة، لكن لا بد أن تكون هنالك جهة ما تقول من خرق الهدنة. هذا ودعا عدد من المواطنين بجنوب دارفور دعوا طرفي النزاع في السودان إلى ضرورة وقف الحرب والاقتتال، مشيرين أن الصراع خلف آثارا اقتصادية كبيرة منها الركود في السلع وارتفاع الأسعار. والله يا أخي نتمنى من الحكومة يعني يتوافقوا ويتفقوا ويتعاونوا، وإحنا كلنا سودانيين، ما عندنا فرق بين أحمر أصفر أخضر. الجيش أبنانا، الدعم السريع أبنائنا، ما في حاجة داخل السوق، في أمان في الأحياء، ما في أي شيء حاصل. لما نرجع للعلاج الليلة علاج ما في، وين علاج الليلة؟ ما ممكن تكسروا دكاكين الناس، أنتم تغيروا في نفسكم أنتم. سكر من 30 يا جماعة إلى 80، وزيت من 25 إلى 35، وكل بعد دقيقة بزيد. ونناشد كل المواطنين يا جماعة إن السوق ده من بكرة وبعد بكرة وقدام البنوك هتفتح، وأي زول يا جماعة يجي يفتح دكانه وما يتخوفوا. نسأل الله أن يوحدنا سبحانه وتعالى أولاً الوحدة، كل الناس يعني تتوحد عشان تصل لبر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. في السودان الاشتباكات تتواصل رغم الهدن، وضع إنساني كارثي وتحذيرات دولية من الأسوأ. أما الشرطة السودانية باتت أمام تحد آخر سببه التفلت الأمني في البلاد، إذ نظمت حملات لمحاربة الجريمة بهدف بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. الحملات شملت في يومها الأول مناطق الفتيح العقليين وسوق الدخينات وسوق الكلاكل اللفة، مروراً بأبو آدم والعزوزاب وسوق الشجرة.
بينما نظمت الحملة في يومها الثاني في شارع الشهيد إبراهيم شمس الدين ومنطقة السوق الشعبي بالخرطوم وأبو حمامة والمرافق الحيوية. أما حملة اليوم الثالث شملت مناطق امتداد شارع الرميلة مروراً بصك العملة ومخازن السكر والمنطقة الصناعية. الحملات حققت أهدافها المطلوبة بمشاركة القوات المسلحة لتأمين الأسواق والمناطق التجارية الهامة والمرافق الحيوية. لمعاينة الوضع على الأرض نذهب إلى الصحفيين من هناك. معنا من أم درمان صحفي في مكتب العربية في السودان شهدي نادر، أهلا بك معنا في هذه التغطية على العربية. بداية، هل تجددت الاشتباكات في أم درمان رغم الهدنة المعلنة؟ مرحبا. نعم، تجددت الاشتباكات، أصوات الطيران الحربي منذ صباح هذا اليوم في عدة اتجاهات في جنوب مدينة أم درمان وكذلك في شرقها. بحسب إفادة شاهد عيان فإن مغذوف سقط على أحد المنازل في مدينة أبروف شرقي مدينة أم درمان، لم تسجل إصابات. كذلك علمنا بأن اشتباكات في منطقة شرق النيل شرق العاصمة الخرطوم وكذلك في منطقة وسط الخرطوم حيث دارت اشتباكات هناك، وتحديدا في منطقة السوق العربي. المنطقة هي منطقة شهيرة ظلت محل مناوشات واشتباكات بشكل مستمر. هذه هي مجمل الأوضاع اليوم. الهدوء الحذر يخيم على المدينة. المواطنين هناك ثمة حركة هي بدأت منذ عدة أيام. أنا الآن أتواجد داخل إحدى المستشفيات، هي مستشفى خاص كان يقدم علاج في مختلف التخصصات من بينها الجراحة والأسنان وخلافه. منذ هذه الأحداث تحول إلى أمراض النساء والتوليد، يقيم عمليات الولادة القيصرية ويشرف على أمراض النساء والتوليد. معي المدير بشكل مجاني بحسب ما علمت منذ بداية هذه الأحداث في إطار تعاون ما بينه وما بين جمعية أطباء سودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية. معي الآن لو كان وقتك يسمح الدكتور بالتأكيد. محمد فتح الرحمن مدير عام المستشفى. تفضل دكتور. مرحب بك، كيف الحال؟ الحمد لله. نعرف كم الحالات التي استقبلها المستشفى فيما يخص أمراض النساء والتوليد بداية؟ طيب، بداية حتى هذه اللحظة عدد العمليات القيصرية التي تمت في المستشفى منذ بداية الأحداث حوالي 200 عملية، وعدد العمليات الولادات الطبيعية بحوالي 300 ولادة طبيعية. هل بشكل مجاني هذه العمليات بشكل مجاني كامل أم أن هناك رسوم يتم؟ طبعا دي كانت كلها في إطار تعاون بينه وبين جمعية سابا اللي جمعية الأطباء السودانيين بأمريكا. في بداية الأسبوع الأول كانت العمليات تتم بشكل مجاني تماما، بعد نهاية الأسبوع الأول نظرا للظروف الدعم ويعني الظروف المادية للجمعية تم تقليلها، لأنه هو حاليا بيدفع رسوم رمزية وذلك مقابل العمليات دي، العمليات الولادة والولادة القيصرية. من أين أبرز الحالات التي أتت محولة؟ من أين؟ طبعا أغلب الحالات بتجي من أم درمان، من الحدة المحيطة، من مدينة مبدة، من المناطق المحيطة في كرري أو مناطق الثورات أو العباسية أو كده. هناك عديد جدا من الحالات المحولة التي استقبلناها من المستشفيات الخاصة والمستشفيات العمومية التي كانت تعمل في محيط القيادة العامة وفي محيط المناطق التي كانت محط المعارك الرئيسية في الخرطوم. فكثير جدا من الأطفال بالذات تم تحويلهم من تلك المستشفيات كالمستشفى السويدي كمستشفى براءة وغيرها من المستشفيات. طيب، ولكن هناك عدة تحذيرات مناشدات تطلق بأن الأوضاع داخل المستشفيات هي تحتاج إلى تدخلات المواد المطلوبة لإجراء العمليات وخلافه. كيف هو الوضع داخل المستشفى وكيف يمكنه أن يستمر؟ حقيقة خلال الأيام الفاتت نحن بدينا نلاحظ أنه في نقص شديد جدا في المعدات الطبية وفي نقص في الأدوية. نقص الأدوية بقى أوضح في اللحظة الحالية. أنا بتكلم معك السدي، عندنا نقص حاد جدا في الدريبات، عندنا نقص حاد جدا في المحاليل الوريدية وفي الأدوية الوريدية، ومتوقع أنه خلال الأيام القادمة أنه الحكاية دي تزيد، وأنه الاحتياج بتاع المستشفيات ما يكون قادرين يعني على تلبيته. فدي إشكالية حتكون مشكلة كبيرة. في اللحظة الحالية أنا مقدر أقول لك أنه الأسبوع اللي قدام ما حيكون في إشكالية على مستوى المعدات الطبية، لكن بعد أسبوع متوقع أنه يبدأ النقص يظهر بطريقة واضحة. تمام، شكرا دكتور.
إذن كانت هي صورة من داخل مستشفى هنا في مدينة أم درمان. أكثر من 300 عملية عملية ولادة تمت قيصرية أو ولادة طبيعية، نداء استغاثة لتوفير إمداد لهذا المشفى، يحتاج إلى محاليل، يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى مواد مطلوبة ليكون قادر على أن يستمر في أن يخدم المرضى ويخدم كل قاصديه. يعني شهدي، نحن نشكرك على تقريب الصورة لنا للوضع الإنساني خصوصا في إحدى مستشفيات أم درمان. شكرا جزيلا لك من إحدى مدن الولاية الخرطوم الثلاث. شكرا جزيلا لك الصحفي مكتب العربية السودان شهدي. إذن من أم درمان ننتقل إلى الخرطوم بحري، وينضم إلينا من هناك الصحفي محمد إسحاق عثمان. محمد، أهلا بك معنا في سياق هذه التغطية. كيف هو الوضع في الخرطوم بحري بالذات؟ هل ما زال الهدوء سيد الموقف؟ نعم، إن كانت الصورة التي شاهدناها الآن في أم درمان فالوضع هنا في بحري في هذه اللحظات لا زالت الطائرات تحلق في سماء الخرطوم بحري، وتزداد وتيرة هذه العمليات على أرض الواقع. أيضا أعمدة الدخان ترتفع من منطقة معسكر المظلات بجوار جسر شمبات. معلوم بأن هذه المنطقة تدور فيها عمليات واشتباكات قوية جدا. علمنا كذلك بأن الاشتباكات لا زالت مستمرة في منطقة كافوري هنا في بحري أيضا، بأن الجيش هذه المرة قام ولا زال بمداهمة بعض البيوت التي يختبي فيها كما علمنا عدد من منسوبي قوات الدعم السريع. تدور معارك واشتباكات عنيفة جدا في هذا الحي بالتحديد، حي كافوري الذي يشهد اشتباكات في هذه اللحظات. وهذه الأصوات التي نسمعها من الفينة للأخرى علمنا بأنها تأتينا من هناك. نعم. بصوت دوي وانفجارات في هذه المنطقة، يبدو بأنها تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة من الخفيفة والثقيلة. نعم، تقول التقديرات بأن هذا انعكس على وضع المواطنين خصوصا في الخرطوم بحري. سكان الخرطوم بحري محمد كانوا حذروا من وقوع كارثة إنسانية وشيكة، لماذا؟ ما حيثيات ذلك؟ نعم، معلوم بأن الناس هنا في منطقة الخرطوم بحري يعانون من مسألة انقطاع المياه، وإن كانت قد بدأت الآن في الانفراج بعض الشيء النسبي، ولكن تعلمين بأن مسألة المياه مرتبطة تماما بحياة الناس، إضافة إلى الشكوى من ظاهرة الجثث التي تتناثر على أرجاء الطريق مما يسبب كارثة بيئية واضحة جدا. معلوم بأن في منطقة المجاورة لجسر البكدمير في هذه المنطقة التي شهدت عمليات عنيفة ولا زالت تشهد عمليات لأنها مجاورة لبعض الأحياء مثل حي حلة حماد والدناقلة والمنطقة سوق سعد قشرة، هذه المنطقة شهدت اشتباكات عنيفة في الفترة الماضية، مما جعل الوصول لسحب هذه الجثث المترامية على الطريق يصبح من الأمور الصعبة لوجود بعض القناصين في أعلى البنايات في هذه المنطقة. يمتد هذا الوضع أيضا إلى واحد من الشوارع الرئيسية، شارع الشهيد بطرة وشارع الإنغاز، هذا من الشوارع أيضا الرئيسية التي يرتادها الناس. هذه الشوارع هذا الشارع بالتحديد أيضا تعاني الأحياء المجاورة له من هذه الإشكالية بعد أن تم مداهمة عدد من المنازل وإخلاء سكان هذه المنطقة، ومن بعد ذلك تعامل معهم الجيش. أصبحت الجثث المترامية والمتناثرة على جانبي الطريق تسبب واحدة من الكوارث هذه التي أشرت إليها قبل قليل، الكوارث البيئية تتمثل في هذه الجزئية بالتحديد. شكرا جزيلا لك من الخرطوم بحري الصحفي محمد إسحاق عثمان. وفي متابعة للأوضاع الطبية، كشف سكرتير نقابة أطباء السودان عطية عبد الله عطية كشف للعربية عن وجود أكثر من 12 ألف مريض معرضون للموت بسبب الأوضاع الصحية، مشددا على ضرورة فتح ممرات آمنة لإيصال المعونات الطبية للمتضررين.
الأعداد في ازدياد شديد وهي متوالية متوقعة بعد يعني تزايد العسكرية. سوف يكون هنالك أكثر من 12 ألف مريض معرض للموت. الآن نحن لدينا تقارير من أن هنالك عدد من المرضى توفوا داخل منازلهم، لأن ارتفاع المياه في المستشفيات وفي المنازل يشكل مشكلة كبيرة جدا. في ظل عدم وصول هذه المعينات سوف يتعرض 12 ألف للموت. نحن قلناها وكررناها أن طرفي الصراع في السودان تركوا الشعب السوداني أمام خيارين، إما الموت بالرصاص أو الموت بالمرض. حلول بسيطة، فقط فتح ممرات آمنة. بالتأكيد سوف نصل إلى هذه المستشفيات، سوف يستطيع الداعمين الوصول وتوصيل معيناتهم. بالتأكيد سوف يعني يتكاتف الجميع في هذه الأزمة. يبدو أن الأوضاع باتت مأساوية في دارفور التي تعاني بالأساس، حيث أكد مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني في غرب دارفور أبو بكر محمد، أكد للعربية على أن كل المستشفيات غرب دارفور خرجت عن الخدمة بسبب تدهور الوضع الأمني واستمرار الحرب، وقال إن كل البنى التحتية الصحية بمدينة الجنينة باتت منهارة. ولاية غرب دارفور تعرضت لكارثة كبيرة جدا أدى إلى تدمير كامل للبنية التحتية للمؤسسات بالإضافة للنظام الصحي بتاعت الولاية بشكل كامل. الآن كل المستشفيات خارج الخدمة، أدى بعض المستشفيات بتعمل بكفاءة ضعيفة جدا فقط في الخيارات بتاعت الخدمات بتاعت الإسعافات الأولية. كل المخازن الموجودة بتاعت الدواء تم نهبها تماما، ما في أي خدمات موجودة بتاعت الخدمات الصحية تماما. الهلال الأحمر السوداني الآن يعمل بصورة جيدة، يعني منذ 5 أيام بدأنا بنقل الجثث من مناطق مختلفة. من جانبه حذر مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جرافيتس لدى وصوله إلى السودان، حذر من تدهور الأوضاع الإنسانية جراء المواجهات المستمرة بين الجيش والدعم السريع. جرافيتس أكد التزام المنظمة الأممية تجاه الشعب السوداني الذي قال إنه يمر بظروف صعبة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والمتطوعين المحليين يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة في تحسين الظروف التي يمر بها السودانيون. نذهب إلى بورت سودان ومعنا من هناك مراسل عربية نزار البقداوي. نزار، أهلا بك معنا في سياق هذه النشرة، نتمنى أن تقرب لنا الصورة أكثر، كيف يبدو الوضع في بورت سودان بالتحديد حيث تتوافد الأعداد أملا في اللجوء؟ نعم، في هذه النافذة وهذا المباشر سنحاول أن نركز على الوضع الإنساني والمجتمعي لكل من قدم إلى بورت سودان في ظل الظروف الأمنية خلال الساعات الماضية والأيام الماضية. نحن الآن نتحدث في هذا المباشر من حي هدل، وهو أحد الأحياء بمدينة بورت سودان، من داخل هذه الغرفة بمدرسة القابلات التي تحولت إلى مركز يأوي ضيوف هذه الولاية. أحد الذين قدموا من بورت سودان يحكي كيف وصل وكيف اهتدى إلى هذا المركز الذي يقدم خدمات اجتماعية لكل من قدم إلى هذه المنطقة. مرحبا بكم، مرحبا بالحدث، مرحبا بأخ أو ابننا نزار وكل الطاقم، وجزاكم الله عنا كل خير. معكم عبد الرحمن السيد إدريس من قاطني الثورة الحارة العاشرة، أو تحركنا يوم الخميس من العاشرة ببساط إلى عطبرة، ومن عطبرة استقلنا الباص إلى بورت سودان، وصلنا يوم الخميس بالمساء. كيف الوضع الآن هنا في هذا المركز الذي يقدم دعم وسند شعبي من أبناء بورت سودان وأبناء الحي لكل الضيوف الذين وصلوا إلى هذه المنطقة؟ والله أنا أشيد إشادة كاملة بالشباب وبالشيوخ، يعني تفانوا في خدمة النزلاء بإيواهم إيواهم إيواء كامل، يعني كامل بمعنى الكلمة، يعني من ناحية الأكل والشرب والعلاج وكل شيء، يعني واستقبال طيب يليق بالأسرة السودانية. يعني
شكرا جزيلا. سنحاول أن ننتقل إلى جانب آخر لنقدم أيضا إضاءة ونقدم صورة لواقع الأمر. هذا التجمع الذي تشاهدونه الآن هو لأبناء هذا الحي الذين يتشاورون في كيفية مواصلة هذا السند وهذا الدعم إدارية بهذه المنطقة، وهي أم رؤوم تقدم أيضا دعمها، وهي إحدى القائمات على أمر هذه المدرسة، مدرسة القابلات. أمي كيف الحال؟ أهلا وسهلا. كيف تحولت تحول المركز ده لمركز يقدم خدماته لكل ضيوف الولاية؟ المدرسة دي أول كانت مهجورة لها سنتين، جو ناس الحي الثاني ده اسمه سام مزمل، قال لي دارين المدرسة، اتصلوا بناس وزارة الصحة قالوا لهم خلاص استلموها. ناس شباب الحي جو كانت مهجورة نظفوها وطلبوا الدعم من الناس الحي بذاتهم، جابوا الحاجات هنا فطور غدا عشاء. ناس السوق ديل بيجيبوا اللبن بيجيبوا الرز بيجيبوا العدس، ما في حاجة ناقصان هنا. نحن بواجبنا والحريم اللي حوالينا المركز بيجوا ياخدوا معانا، زي النسوان اللي قاعدين هنا كل واحدة بتجي اللي بتعوس تعوس اللي بتطبخ تطبخ، ونجي نوزع للناس اللي قاعدين هنا. لكن التوزيع بعد نوزعه بنوزعه، وعندنا ناموسيات نحن وزعناه، وفي ناموسيات جاب لنا عبد الرحمن بلال برضو. جهد شعبي متكامل. أيوة جهد شعبي، لكن ما جاي أنا من الحكومة ولا أي أحد، لكن في ناس مفتكرين إن هنا يدي من، لكن ده جهد شعبي رسمي. وأنا أذكرهم ناس الثورة وناس هذا الدير شباب على الحمد لله. نشير أيضا بأن عدد من الأسر الآن وصلت إلى هذا المركز، تقدم الخدمات، يقدم الدعم ويقدم السند. هنالك وجبات طعام لثلاث مرات تقدم في اليوم، نحو 70 فرد وصل إلى هذه المنطقة، وصل إلى هذا المركز الذي أصبح مركزا لاستقبال ضيوف ولاية البحر الأحمر من جنسيات مختلفة، من سوريا، من اليمن، من السودان، حتى من قدم من العاصمة السودانية الخرطوم. سنقترب أكثر من المركز الذي يعد فيه الطعام لضيوف هذا المركز. هذه هي غرفة العمليات لصناعة الطعام، هنا يقدم ويصنع الطعام للضيوف على مدار اليوم. تجتهد النسوة، يجتهد شباب الحي، شابات الحي في تقديم الدعم، في تقديم الجهد. الأكل والطعام يأتي من مختلف البيوت المحيطة بهذا المركز. أحد أيضا القائمين على هذا الأمر سيوضح أكثر كيف يستمر وكيف يمضي هذا الدعم، هل من جهد آخر رسمي أم هو فقط من جهد أبناء هذا الحي؟ والله جهد داء من أبناء الحي، من الثورات وهدل والبيوتات القريبة، وجنبنا في سوق بتاع هدل كلهم بيتعاونوا معانا. نحن جبنا لهم بوتجاز وتلاجة وبتاع على أساس أنه مطبخ. معك مسرة مكتمل هسه معي زي 77 أسرة. نعم نعم نعم، وما في حاجة تجينا من برا. عرفنا برضو أنه الموجود الآن في عدد من الأحياء موجود. طبعا عدد من الأحياء موجود في حتات برضو فتحوها، في حتات كثيرة يعني، في زي ما عرف في حتة اسمها سنايت، ومركز تاني في داخلية بتاعت البنات هنا، وحتات كثيرة يعني. إذن هذه هي الصورة المجتمعية لواقع مئات من الأسر التي اضطرتها الظروف لأن تكون هنا في مدينة بورسودان. هنالك من يحاول أن يغادر هذه المدينة إلى خارج السودان، هنالك من يحاول أن يستقر في هذه المدينة حتى تهدأ الأمور في العاصمة وفي عدد من الولايات، وبعدها يعودون إلى بيوتهم إلى مساكنهم. هذا هو الملمح، وهذه هي الصورة الخاصة والحصرية، وهذه هي الصورة بكل ما تحمل من معاني ومن تعبيرات. وكل ما نقلت لنا أبلغ تعبير للمشهد من حيث أنتم. نزار بقداوي من بورت سودان، شكرا لك. هذا وأظهرت صور في نيالا عاصمة جنوب دارفور احتراق أكبر سوق للبقوليات جراء سقوط قذائف متبادلة من طرفي الصراع، ما تسبب في خسائر كبيرة بالأسواق التجارية بالإقليم. أنا الزريبة دي فيها 85 دكان شاغل، مع ذلك مع الناس الضيوف اللي معانا، الضيوف برضو يقدروا بحوالي الكم و40 نفر، دي كلها عندهم مضايع حرقت في هذه المحل. والله الخسائر تقدر زي 5000 جوال دخن و3000 جوال فول مصري و200 جوال عدسية. جو غلو ده ناس هنا وايد بهناك وايد بكده وكمل حريقة، والناس معطفة يو جيراننا قايدين
عندهم مويه ما شاء الله الله ابو يكبوا ولا حبه ما كبوا. ومن اقليم دارفور الصحفي صالح ابو علامه. صالح اهلا بك معنا في هذه التغطيه، اي المناطق في اقليم دارفور التي تتركز فيها اشتباكات الان؟ نعم، الوضع في دارفور يذهب نحو التهدئه في عده مدن من دارفور، كما ان هنالك حركه للنزوح داخل مدن دارفوريه للمناطق الاكثر امانا. رصدنا يوم امس حركه من مدينه نيالا الى مدينه الضعين عاصمه شرق دارفور باعتبارها ولايه ايضا اكثر امنا. عدد من الاسر سافروا الى شرق دارفور بهدف الاستقرار هناك حتى تنجلي ايام الحرب هذه. نعلم ان في جنوب دارفور هنالك هدنه بين الجيش والدعم السريع، ولكن هذه الهدنه حذره نسبه لسماع اصوات الرصاص بين الفينه والاخرى، وايضا تربص المتفلتين بعدد من المحلات التجاريه. لكن كل هذه الاشياء تسعى المبادرات الاهليه وتسعى ايضا الجهود الرسميه لحسمها في الفترات القادمه. اكثر بقعه تشهد توتر هذه الايام وهذه اللحظات هي مدينه الجنينه. نعم. تم توقيع وثيقه لوقف العدائيات بين المجموعات المتحاربه في الجنينه، ولكن الهدوء الحذر يسود الجنينه، خاصه وان هنالك اطلاق للعيره الناريه، هنالك خرق للهدنه باطلاق العيره الناريه، وايضا هنالك بعض الغناصه ما زالوا منتشرين في الاحياء يهددون الحركه حتى يهددون حركه لجان. يعني صالح، اتفاق وقف اطلاق النار ووقف العنف في الجنينه لم يترجم على ارض الواقع 100%؟ نعم، الترجمه بطيئه لهذا الاتفاق حتى الان. في هذه اللحظات قوات الدعم السريع وشرطه الاحتياطي المركزي تنزل الى سوق الجنينه بهدف فتح الطرقات وتأمين ما تبقى من سوق الجنينة. نعلم بأن المعركة التي دارت تأثر منها السوق كثيرا، وتم نهب معظم المحال التجارية والمخازن. هنالك عمليات سرقة مستمرة لما تبقى من السوق. الآن قوات الاحتياط المركزي ومعها الدعم السريع في سوق الجنينة بهدف تأمين السوق، وأيضا نعم. يجب فتح كما نصت الوثيقة، يجب فتح الطرقات المؤدية إلى السوق، الطرقات المؤدية إلى الأحياء حتى تستطيع طرق الإنقاذ، يستطيع الهلال الأحمر الحركة داخل الأحياء لرفع الجثث، أيضا حتى يستطيع الجرحى الوصول إلى المدارس التي تم فيها الآن فتح مراكز علاجية لتلقي الإسعافات الأولية ولتلقي نعم. ايضا العلاجات الاوليه للجروح. هنالك عدد كبير من الجرحى في مدينه الجنينه لا يوجد مكان لعلاجهم حتى هذه اللحظه، والبعض يموت بسبب عدم وجود دم، عدم وجود ادويه منقذه للحياه في مدينه الجنينه حتى هذه اللحظه. هنالك غياب تام نعم. للمساعدات الانسانيه، ولا توجد منظمات تتدخل لترفع المعاناه عن عدد كبير من النازحين وعدد كبير أيضا من المتأثرين بهذا الصراع. طيب صالح، بالنظر إلى خصوصية إقليم دارفور، ما الذي يخشى منه اليوم من وقوعه في دارفور في حال طالت الأزمة واحتدت المعارك أكثر؟ في حالة طالت الأزمة وفي حالة طالت أيضا المدة المتعلقة أو مدة السيولة الأمنية هذه، إذا استمرت دارفور منطقة هشة تحتاج إلى أمن متماسك، تحتاج إلى قوات تخمد النيران كل ما تشتعل. إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة حتما ستكون التفلتات كثيرة وتنزلق البلاد إلى ما يخشاه الجميع وهو الحرب الأهلية. هنالك أماكن يمكن أن نسميها قنابل موغوطة في إقليم دارفور، خاصة وأن هنالك صراعات تاريخية بين القبائل، ليست القبائل العربية والقبائل الأفريقية فقط، وإنما الصراع أيضا هنالك قبائل عربية مع بعضها البعض في بعض الأماكن. لذا تأمين دارفور وأيضا عدم انفلات الأوضاع في دارفور هو الضامن الوحيد لعدم الانزلاق إلى حروب أهلية في إقليم دارفور. شكرا جزيلا لك من إقليم دارفور الصحفي صالح أبو علامة.
وفي محاولة لتخفيف أعباء القتال الداخلي بين قوات الجيش ودعم السريع الذي يدور في السودان منذ أكثر من أسبوعين، يخاطر مستشفى خاص في أم درمان بفتح أبوابه لخدمة النساء الحوامل وإجراء ولادة دون مقابل مادي، وفي ظل ظروف أمنية وإنسانية توصف بالكارثية. تردي المؤسسات الصحية يرافق استمرار القتال في السودان، لكن مستشفى خاصا في أم درمان ينجح بفتح أبوابه لخدمة النساء الحوامل مجانا في ظل انعدام شبه كامل للأمن وارتفاع أثمان المستلزمات في السوق السوداء أكثر من 10 أضعاف السعر الحقيقي. 320 عملية ولادة قيصرية أجراها منذ اندلاع القتال، فيما تقول نقابة الأطباء السودانيين إن أكثر من 50 مستشفى بالخرطوم توقفت عن العمل، والتحذيرات من انهيار القطاع الصحي تتواصل. أكد مندوب السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي أكد أن المملكة تبذل جهودا حثيثة لحل الأزمة السودانية وإنهاء الصراع، وطالب خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي طالب الأطراف السودانية بوقف كافة أشكال التصعيد، لافتا إلى مواصلة القيام بدور إنساني ودبلوماسي كبير في الأزمة، كما شدد على تطلع بلاده إلى وقف دائم للاقتتال في السودان وانخراط الأطراف في حوار من أجل السلام. هذا ودعا مندوب السعودية لاحترام كافة البعثات الدبلوماسية بالسودان والعمل على حمايتها. شغالين في حالات بتاع الطوارئ، اليوم طبعا كل المراكز والمستشفيات طبعا معطلة لحالة الحرب دائرة الآن، نحن برغم الظروف الخاصة قدرنا نجد مركز ونعمل في هذه الظروف يعني صعبة وعدم الإمكانيات اللي ما موجودة، عندنا شح في بعض الأدوية والمعدات. في هذه الأثناء أعلنت الأمم المتحدة أن أسعار السلع الأساسية من الوقود إلى المواد الغذائية والمياه المعبأة ارتفعت بنسبة 40 إلى 60% وأكثر في بعض المناطق، وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن نحو ثلث السكان البالغ عددهم أكثر من 46 مليون شخص كانوا يعانون من الجوع قبل اندلاع الصراع، مشيرا إلى أن العنف يمكن أن يغرق ملايين الأشخاص في الجوع. تتفاقم الأوضاع الإنسانية كلما فشلت الهدن المتتالية، حيث يأمل السودانيون في وقف دائم لإطلاق النار لتسهيل المهمة لفتح ممرات إنسانية عاجلة لمساعدة الأهالي. مقترح هدنة وموافقة ثنائية وعهود بالالتزام ومن ثم ترحيب دولي، سيناريو متطابق تكرر 6 مرات على مدار أسبوعين في السودان، دائماً ما ينتهي بالطريقة ذاتها دون أي نتائج مرجوة، مع تبادل طرفي الصراع الاتهامات بخرقها. أولى المحاولات كانت يوم 18 من إبريل لمدة 24 ساعة ليتم خرقها باشتباكات في الخرطوم وهي وليدة ساعات، أما الثانية هدنة قصيرة المدى لمدة 24 ساعة انتهت قبل أن تبدأ بالطريقة ذاتها التي انتهت فيها الأولى. هي أول هدنة تمتد لثلاثة أيام طوال أيام عيد الفطر أو كما يفترض ذلك، انتهت باشتباكات متفرقة. تمديد للسابقة لمدة 72 ساعة في يومي 25 و 27 من إبريل تمتا بوساطة أمريكية، لكن الانفجارات والاشتباكات استمرت خلالهما. واجهت مصاعب قبل تطبيقها حتى، فالاشتباكات كانت تدور جنوبي الخرطوم مع تحليق لسلاح الجو السوداني ورد مضادات الطائرات من قوات الدعم السريع. خروق كانت بشكل أساسي في نقاط حساسة مثل محيط القيادة العامة في الخرطوم والقصر الرئاسي، بالإضافة إلى أم درمان وبحري وإقليم دارفور. هدن لا تبصر النور،
لم تكن أي منها مفتاحاً لفتح باب المفاوضات ووقف القتال في البلاد، ولم تنجح أي منها حتى في السماح بفتح ممرات إنسانية لمساعدة الأهالي بأوضاعهم المتردية. إيفا عمر، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.